صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذ. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. هنبدأ حلقتنا النهاردة مع حضراتكم بتصريحات مهمة جدا جت على لسان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف. هذه التصريحات متعلقة بخطوات ملموسة على الأرض هتتخذها الوزارة لتحسين أوضاع المعلمين. طبعا ده ملف كلنا مهتمين بيه لأنه بيؤثر بشكل كبير جدا ومباشر على جودة التعليم في مصر. الوزير ركز في تصريحاته على نقطتين مهمين جدا، الأولى مشكلة الكثافة في الفصول، وبيأكد طبعا أن عدد الطلاب في الفصول ما بقاش يتعدى 50 طالب. طيب هل 50 طالب ده رقم مناسب؟ لسه ما زلنا شغالين عليه لأنه يعتبر برضو حتى الآن رقم كبير، لكن نتخيل أو نفتكر الأيام اللي كانت قبل كده عدد الطلبة والتلاميذ في الفصول كان بيتخطى 60 والفصل مساحته ضيقة، وده كان بيؤثر بشكل كبير جدا على قدرة التلاميذ على الاستيعاب. لكن دلوقتي ما بقاش في فصل بيتعدى فيه الطلاب 50، وشغالين على الموضوع ده، يعني في مدارس بتتبني وفي فصول يعني بتنشأ داخل المدارس اللي هي موجودة بالفعل، مع الزيادة كمان في عدد التلاميذ والكثافة السكانية اللي بتزيد خلال الفترة الأخيرة، لكن شغالين على هذا الأمر. النقطة الثانية هي العجز في عدد المعلمين، والوزارة شغالة عليه بشكل كبير جدا. المهم كمان في تصريحات معالي الوزير هي فكرة أنه تطرق لحلول واقعية على الأرض شارك فيها كل أطراف المنظومة التعليمية، لما قال أن الحلول دي بتساهم في مواجهة تحديات التعليم زي الكثافة الطلابية والعجز في المعلمين. الوزير أكد أنه الجهود دي مش بس من الوزارة، لكن هي بمشاركة فعالة من المعلمين وكل القائمين على العملية التعليمية، ووضح كمان أنه في إجراءات وحلول فعلية اتنفذت لضمان تحسين العملية التعليمية جوه الفصول، على سبيل المثال متابعة أداء المعلمين والتقييمات الأسبوعية، وده مهم جدا جدا جدا. والمهم كمان أنه الحقيقة بيدينا إحساس أنه في خطة واضحة ومتابعة مستمرة من الوزارة لضمان تعليم أفضل. وكمان يا شاذ عشان نضمن فكرة طول الوقت أن أنت تبقى بتتابع وبتقيم طبعا حتى أداء المعلم، دي نقطة مهمة جدا. فكرة الكثافة الطلابية في الفصول مش بس ليها علاقة بتحصيل الطلاب، لكن كمان قدرة المدرس أنه يقدر يوصل المعلومة لكم الطلاب اللي صحيح موجود. صحيح، دي نقطة مهمة جدا، ومن الحاجات كمان المهمة جدا اللي اتكلم عنها الوزير استخدام المعامل. يمكن في بعض الأوقات يا جمانة المعامل كانت بتبقى موجودة صحيح ومغلقة، ما فيش حد أصلا بيفتحها ولا حد بيدخلها، لكن من الحاجات اللي ركز عليها استخدام هذه المعامل غير المستغلة. بدل ما تكون طبعا هذه المعامل مقفولة هيتم استخدامها في حصص مخصصة أسبوعيا، وده طبعا هيساهم بشكل كبير في تنمية مهارات الطلاب وان هم يتعلموا التعاون والعمل في مجموعات. وكمان بيؤكد الوزير على ان العمليه التعليميه مش بس شرح المناهج، واعتقد ان دي حاجه بقت مهمه جدا، لكن كمان بناء لمهارات التحدث والتعبير عن النفس. بعض الناس بيكونوا بعض الطلبه يا جمانه فعلا بيقدروا حتى ان هم يحصلوا، لكن مش عارفين يتكلموا، مش عارفين يعبروا يعني صحيح. ودي نقطه من الحاجات المهمه جدا. كل ده بيعكس طبعا توجه الحديث والاهتمام بتاع الدوله الخاص بملف التعليم، وهو اننا طبعا مش بس بنركز على الجانب الاكاديمي، لكن كمان بناء الشخصيه، تنميه المهارات الحياتيه للطلاب. دي كانت من اهم النقاط الحقيقه شاذلي اللي لفتت نظري في حديث معالي الوزير، لانه يمكن السكيلز او المهارات اللي انت ذكرتها دلوقتي، فكره التيم ورك او العمل في مجموعات وفكره التعامل مع اللي حواليك، دي اصلا الطلبه بعد ما بتخلص مدرسه وبعد ما بتخلص جامعه بتضطر ان هي تلجأ لكورسات صحيح عشان تقدر انها تحصل المهارات دي،
وبتبقى أصعب لما الطفل بيتعلم من هو صغير أنه يبتدي يتعامل مع الناس ويعرف يتعامل في مجموعات، بتفرق معاه بشكل كبير جدا على مدار سنين حياته. اللي لفت نظري الحقيقة كمان في تصريحات الوزير هي متابعته المستمرة لبيانات سد العجز في المعلمين، ودي نقطة كمان مهمة جدا، وده كان على الحديث كان على مستوى مختلف الإدارات التعليمية، يعني في متابعة يومية عشان يتأكدوا أن الحصص ماشية بشكل سليم، وأن أي معلم بيقوم بتدريس فوق نصابه القانوني بياخد المقابل المناسب. ده شيء كمان مهم جدا، لأنه مشكلة العجز في المعلمين هي كانت سبب في كتير من التحديات اللي بتواجه العملية التعليمية. التصريحات دي لو بصينا لها بتخلينا نحس أنه الوزارة فعلا ماشية بخطة مدروسة ومتابعة يومية عشان نتأكد أن الحلول اللي اتنفذت يعني نتائجها بتيجي حتى لو تدريجيا، خاصة في الصفوف الأولى اللي الوزير أكد على ضرورة الاهتمام بيها بشكل خاص. احنا هنكون مع حضراتكم طبعا في متابعة لتصريحات معالي الوزير، لكن دلوقتي هنصبح لحضراتكم مرة تانية صباح الخير والسعادة. صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لمنة ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس، وكمان تاخدنا في جولة مرورية في عدد من شوارع المدن. صباح الخير عليك يا منة. صباح الفل يا شادلي. صباح الفل يا جمانة. احنا عارفين الجو بيتحسن، وعارفين ان دلوقتي هيبقى فيه كثافات مروريه عشان المدارس والناس اللي نازلين فلا الشغل. فلا داعي الموضوع يعني مش محتاج تفاصيل يعني. بس معلش يا منة، احنا في ارتفاع طفيف في درجات الحراره اليومين اللي فاتوا. معلش انت ما قلتلناش الموضوع ده، تقلبات ما اتفقناش على كده. ما جراش حاجه يومين ويرجع تاني. اتفضل. يا صباح على كل مشاهدينا، صباح الخير على حضراتكم. خلينا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر عشان الناس اللي لسه ما نزلتش تبتدي تاخد حذرها كويس. هنبتدي مع بعض على طول من محافظة القاهرة كالمعتاد. احنا قدامنا شارع رمسيس، احنا في بعض الكثافات المرورية المتوقعة في الوقت ده. لو بصينا من عند رمسيس وفضلنا متجهين لغاية ما نوصل لتقاطع صلاح سالم، احنا شايفين ان في كثافة بسيطة جدا موجودة عند كوبري الجلاء، وبعدها هنلاقي في سيولة مرورية هتكمل معانا لغاية طريق العروبة. لو جينا بصينا هنا عند كورنيش النيل اللي جاي من المظلات، هنلاقي كثافة مرورية بسيطة متحركة هتكمل معانا لغاية وسط البلد، لكن غير كده مفيش عندنا أي مشاكل في القاهرة. خلينا دلوقتي نسيب القاهرة ونروح للجيزة ونشوف محور 26 يوليو. احنا شايفين محور 26 يوليو القادم من اكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، احنا شايفين فيه سيوله مروريه ما فيش فيه اي مشاكل. يمكن عند الدائري هنلاقي بعض الكثافات المتحركه عند نزله البحر الاعظم لغايه ما بنوصل لمنطقه الدقي، ولغايه ميدان الجلاء هنلاقي فيه تباطؤ في حركه السيارات، لكن اجمالا ما فيش اي مشكله برضو في الطريق. خلينا دلوقتي نروح للمنيا. المنيا عندنا سيوله مروريه في عدد كبير من الطرق او في الاغلب الاعم من الطرق. طريق الشيخ فضل احنا شايفين فيه سيوله مروريه طول الطريق، هنلاقي بس بعض الكثافات البسيطه في بعض الاماكن، لكن طريق بقى مغاغه المنيا او المنيا مغاغه هنلاقي فيه بعض الكثافات البسيطه جدا، مش هنحس انها مؤثره خالص. لو بصينا بقى عند الطريق الصحراوي الشرقي هنلاقي فيه كثافه مروريه بسيطه. تعالوا نكمل جولتنا ونروح للشرقيه. الطريق من العاشر من رمضان لغايه مدينه الزقازيق هيكون فيه سيوله مروريه، لكن هنلاقي بعض التكدسات المروريه بطبيعه الحال عند مدخل الزقازيق. لو بصينا بقى على الطريق الثاني اللي جاي من العاشر المتجه لمدينه العبور، وده طبعا من خلال بلبيس، هنلاقي فيه سيوله مروريه. احنا لغايه دلوقتي ما عندناش مشاكل خالص في الطريق، ان شاء الله تستمر السيوله المروريه معانا، لكن اكيد هنحاول نشوف ونتابع لو حصل اي حاجه نبلغ حضراتكم. ودلوقتي خلينا نستعرض معاكم جوله سريعه في احوال طقس النهارده. النهارده هيئه الارصاد بتتوقع ان الجو يكون حار نهارا على اغلب الانحاء، شديد الحراره على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على بعض الاماكن، وفي الصباح الباكر احنا متوقعين ان درجه الحراره النهارده تكون في القاهره 33 درجه، اقل درجه في مطروح هتكون 29 درجه، وكمان اسوان هتكون فيها درجه الحراره 38. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد قليل. مرحب بحضراتكم من جديد، وخلينا كعادتنا نبدا معكم اولى فقراتنا بتذكره باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بجوله تفقديه بمدينه سانت كاترين بمحافظه جنوب سيناء لمتابعه المراحل النهائيه لمشروعات تطوير موقع التجلي الاعظم
فوق أرض السلام، أيضا تفقد عدد من المشروعات السياحية بالمدينة. كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هو ومرافقوه شاهدوا عرض تقديمي لجميع عناصر المشروعات، وأنه الأعمال الجارية حاليا بمدينة سانت كاترين بتشمل 14 مشروع. خلينا دلوقتي نشوف مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. أخبار كتير حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بجولة تفقدية بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، كما تفقد عدد من المشروعات السياحية بالمدينة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة المراحل النهائية للموقف التنفيذي لجميع عناصر مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، تمهيداً لافتتاحه على النحو اللي بيتناسب مع قيمته التاريخية والثقافية، وبيتم تنفيذه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة مباشرة من سيادته، سعياً لتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية. مضيفاً هذه الزيارة جاءت متزامنة كذلك مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه عرض تقديمي حول جميع عناصر المشروعات. وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه تم الإشارة إلى أن الأعمال الجارية حالياً بمدينة سانت كاترين بتشمل 14 مشروع، بالإضافة لأعمال تطوير مطار سانت كاترين اللي بتتولى تنفيذها إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلاً عن أعمال تطوير الجانب الجوي. أيضاً امبارح وفي إطار جولته بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة موقف المنصة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء الفائزة بجائزة التميز العالمية في مجال نظم المعلومات الجغرافية. وأكد مدبولي أن إنشاء هذه المنصة يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتطوير الأداء المؤسسي بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. امبارح وخلال تواجده بمطار سانت كاترين في إطار جولته لمشروعات تطوير المدينة وموقع التجلي الأعظم، تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه أعمال تطوير المطار، وأكد أهمية تطوير المطار بالتزامن مع تنفيذ مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام من أجل استيعاب حركة الطيران المتوقعة والتوسعات المستقبلية للمدينة كواجهة سياحية ودينية عالمية. وتابع رئيس مجلس الوزراء ما يتم تنفيذه من أعمال صيانة وإنارة وأيضاً أعمال الحماية من الأمطار وأخطار السيول بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية على هذا الطريق المهم باعتباره يربط بين المطار ومدينة سانت كاترين ومدخل ليها إلى العديد من المناطق ذات القيمة التاريخية والدينية والثقافية. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحة أن الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 2024 ألزمت شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري مع حظر تحصيلها بأي عملة أجنبية أخرى بخلاف الجنيه المصري، وده بهدف إحكام الرقابة على أداء الشركات السياحية لخدمتها في هذا الشأن مع تقديم أفضل خدمات للمعتمرين. وحذرت المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والسمسرة وعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة التي يمكن معرفتها من خلال الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والأثار. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود اللي بتنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية وبيستمر لعدة أيام، وده بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من قادة القوات المسلحة والدارسين بالكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أناب الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وفي تقليد عسكري أصيل قام الفريق أول عبد المجيد صقر بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة. أيضاً التقى بأسرة الزعيم الراحل
ونقل لهم اعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بما قدمه الزعيم الراحل من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية ومساندة الشعوب في نضالها من أجل الاستقلال والحرية. هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة الدقهلية. فيها تم تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية بمشروع أبراج الجلاء بالمحافظة. أما في مطروح فتم تدشين مبادرة ممرض في كل بيت بمديرية الصحة. أما في الإسماعيلية فدشنت حياة كريمة منفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة، ومكتبة الإسكندرية اختتمت فعاليات احتفالية العلوم بحضور 5800 طالب. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في الدقهلية تم تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية بمشروع أبراج الجلاء ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات اللي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير سكن ملائم وكريم للمواطن المصري، وتم تسليم 35 وحدة سكنية كدفعة أولى. أطلقت مديرية الصحة بمطروح مبادرة ممرض في كل بيت في إطار الحرص على تنمية الوعي الصحي لدى المواطنين حول كيفية رعاية مرضاهم، وبتعد مبادرة ممرض في كل بيت مبادرة توعوية تهدف لتقديم الوعي والتدريب للأفراد داخل منازلهم حول كيفية رعاية مرضاهم الذين لا يحتاجون لرعاية إكلينيكية أو علاجية في المنزل بطريقة صحية وآمنة. نظمت حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية مبادرة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة في محافظة الإسماعيلية، ومن المقرر أن تستمر لعدة أيام قادمة لتغطي المبادرة جميع قرى وعزب ومراكز ومدن المحافظة. وفرت المبادرة الرئاسية حياة كريمة لحوم بلدية بأسعار مخفضة في محافظة الإسماعيلية، وطرحت الكيلو 310 للبلدي و210 للمستورد. نظمت مكتبة الإسكندرية احتفالية العلوم للسنة 17 على التوالي بالساحة الخارجية للمكتبة بحضور أكثر من 5800 طالب وطالبة، وأقيمت العديد من ورش العمل اللي بتسلط الضوء على المجالات العلمية في مصر القديمة زي الطب والهندسة وعلم التحنيط والزراعة والصناعات القديمة والكتابة الهيروغليفية وصناعة الورق. تضمنت الفعاليات رحلة تصويرية داخل مقبرة الملك توت عنخ آمون وعروض علمية تفاعلية. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأليوبية انقطاع المياه عن مدينة الخنكة لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة 11 مساء اليوم الأحد وحتى الساعة 5 فجر يوم الاثنين. في الغربية وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تحديث الأحوزة العمرانية ال21 قرية تابعة لمراكز المحلة الكبرى زفتة طنطا قطور، و115 عزبة تابعة لمراكز المحلة الكبرى سمنود بسيون وكفر الزيات. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الشؤون الصحية توقيع الكشف الطبي على 1461 حالة مرضية بالقافلة الطبية المجانية بمركز الدخلة اللي استقبلها مستشفى الدخلة العام وقرية القصر بالتخصصات الطبية المختلفة بطنة وأطفال وعظام وجراحة ورمد ومسالك جلدية وتغذية علاجية وقلب وأوعية دموية وأسنان. مشاهدينا فقراتنا لسه مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحا، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع نرجع لكم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد. هيئة الارصاد بتتوقع ان الطقس النهارده يكون حار نهارا على اغلب الانحاء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وهيكون معتدل الحرارة بالليل. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الجو النهارده من الدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير دكتور محمود، اهلا وسهلا. صباح الخير بحضرتك استاذه منى وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بحضراتكم. اهلا وسهلا بيك. الجو النهارده كان حر الصبح، يا ترى هيستمر معانا على مدار اليوم؟ طبعا خلاص احنا الفتره الاولى دي دايما بنقول من فصل الخريف، هي فتره التقلبات الجويه الحاده والسريعه، وده أمر طبيعي. خلال الفترة دي هنلاقي تذبذبات طفيفة في درجات الحرارة، أيام بنلاقي درجات الحرارة انخفضت أقل من معدلاتها الطبيعية، أيام تانية بتكون ارتفعت بمعدل درجة لدرجتين، وكمان تذبذب في نسب الرطوبة بعض الأيام بنلاقيها انخفضت بشكل ملحوظ، وأيام تانية بتكون نسب الرطوبة مرتفعة نسبيا. يمكن اليوم تحديدا درجات الحرارة على القاهرة متوقع انها تسجل 33 درجة مئوية، ومع ارتفاع نسب الرطوبة بنشعر بها وكأنها 34 درجة مئوية، لكن اجمالا لا زال الطقس حار على اغلب مناطق الجمهورية من ضمنها القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وحتى محافظات شمال الصعيد،
شديد الحرارة على المحافظات الجنوبية. طبعا يمكن النهاردة تقريبا نسب الرطوبة ارتفعت بمعدل طفيف جدا، وكانت سرعات الرياح خلال ساعات الصباح الباكر مش عالية، ده كان هو السبب في إحساسنا بحالة من الدفء نسبيا مقارنة بالليالي الماضية. ودايما بنقول انه خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر بتكون الاجواء معتدلة من حيث درجات الحرارة، ده بالنسبة لدرجات الحرارة اللي مكملة معانا اليوم ومكملة معانا حتى الغد ايضا. درجات حرارة هتكون في حدود 33 بالنسبة للقاهرة الكبرى، لكن الخرائط بتشير انه بعد منتصف الاسبوع هتبدأ تنخفض درجات الحرارة عن اليوم بمعدل درجتين الى 3 درجات تقريبا، هتوصل العظمى على القاهرة بعد منتصف الأسبوع الحالي ل 30 درجة مئوية، ومع ارتفاع نسب الرطوبة بشكل طفيف هنشعر بها وكأنها 31 درجة، يعني إجمالا أقل من اليوم بمعدل درجتين تقريبا. والرطوبة دي هتفضل مرتفعة مستمرة معنا لغاية إمتى؟ هي الرطوبة طبعا هي مش مرتفعة بالشكل الكبير، لكنها مرتفعة بشكل نسبي، وهي أقل من الرطوبة اللي كنا بنسجلها في فصل الصيف على كل حال. لكن بوجه عام كل ما تقدمنا في فصل الخريف المفترض أن إحساسنا بالرطوبة بيقل بسبب تكون بعض المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا، وبسبب وجود نشاط الرياح النسبي اللي يكون موجود. كل العوامل دي بتقلل إحساسنا بنسب الرطوبة بشكل تدريجي عزيز. كل ما تقدمنا في فصل الخريف إن شاء الله. من يومين كنا بنتكلم في انه يعني ممكن ناخد معانا جاكيت خفيفه اثناء النهار واثناء ساعات الليل المتاخره، اعتقد ان احنا مش في المرحله دي في الاسبوع ده. بالتاكيد لسه طبعا الملابس حتى الان هي بننصح باستمرار الملابس الصيفيه سواء خلال ساعات النهار او خلال ساعات الليل، مش هنقدر نتكلم على تغيير نوعيه الملابس او اضافه قطع اضافيه خلال ساعات الليل او الصباح الباكر إلا بعد مرور منتصف شهر 10 على الأقل، نبدأ نشوف وقتها وهنحدد على حسب التوقعات وعلى حسب الحالة الجوية. لكن حتى الآن الملابس الصيفية بشكل كامل سواء بالنسبة للكبار أو بالنسبة للصغار. اليوم تحديدا كمان في فرص لشبورة مائية قد على شمال الجمهورية زي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ممكن تبقى كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناة ومناطق من شمال ووسط الصعيد. يمكن اليوم كمان الرياح معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية بتنشط أحيانا، ونشاط هذا بيكون ملحوظ على مناطق من السواحل الشمالية الغربية لمصر زي السلوم ومطروح والعلمين وحتى اسكندرية، بتوصل سرعات الرياح على مسطح البحر الأحمر على الشواطئ الشمال، الرياح بتنشط على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط بتوصل ل 50 كيلومتر على الساعة، وده بيؤدي هناك لارتفاعات الأمواج لحوالي 2.5 المتر على الشواطئ اللي ذكرناها وهي المطروح والسلوم والعلمين واسكندرية. كمان اليوم في فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من أقصى الشمال الغربي لمصر عند السلوم ومطروح. بكرة مستمر معانا ارتفاعات الأمواج على الشواطئ الشمالية شواطئ البحر المتوسط اللي بتوصل بالفعل ل 2.5 المتر، ومستمر معانا كمان فرص الأمطار بكرة على أغلب السواحل الشمالية لمصر وبعض محافظات الوجه البحري، كلها أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما كعادة الفترة دي. زي ما دايما بنقول هي فترة تقلبات جوية حادة وسريعة. أكيد كل الشكر ليك دكتور محمود القياسي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. نبتدي كالمعتاد بالقاهرة، العظمى فيها 33 والصغرى 23، العاصمة الإدارية 33-22، الإسكندرية 29-23، العلمين الجديدة 28-22، مطروح 29-23، دمياط 30-25، بورسعيد 30-26، والإسماعيلية 33-22، السويس 33 والصغرى 23، العريش 30-22، كاترين 29-14، طابة 31-24، حلايب 34-27، شلاتين 36-27، شرم الشيخ 35-26، والغردقة 35-26.
الفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 21، بني سويف 33 20، الوادي الجديد 36 23، أسيوط 34 21، سوهاج 35 22، قنا 38 25، الأقصر 38 24، وأسوان 38 25. قنا والأقصر وأسوان بيسجلوا أعلى درجات حرارة النهاردة، لكن إن شاء الله يمكن لانخفاض نسبة الرطوبة يحسوا بدرجات الحرارة مش بالقوة اللي مسجلاها الأرقام اللي موجودة معانا. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نرجع لشاذلي والجمانة نكمل معاهم باقي أخبارنا وفقراتنا. اتفضلي شاذلي. شكرا ليكي منى. دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أبرز وأهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، وهنتابعها معاكم في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة. وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بتنفيذ 5 دورات تدريبية تشمل ورشة عمل التنمية الاقتصادية والمحلية، ودورة تسويق الذات مؤسسياً وفردياً، ودورة إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن للتطوير المؤسسي والجودة، دورة برنامج إدارة المشروعات والأجيال، إضافة للأسبوع الثاني من دورة استخدام اللغة الإنجليزية في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي. وصل إجمالي عدد المتدربين خلال الأسبوع التاسع 156 متدرب. النهاردة وفي إطار خطة وزارة الثقافة لدعم الفرق الفنية والمواهب الشعرية، يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية حفل غنائي وأمسية شعرية، بالإضافة لصالون ثقافي جديد بمراكز الإبداع التابعة. وبيقيم مركز إبداع قبة الغوري بالأزهر حفل جديد لفرقة أنغامنا الحلوة بقيادة المايسترو شريف عباس في الساعة 8 مساء. وفي بيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر بيقيم بيت الشعر العربي أمسية شعرية جديدة، وبيستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز صالون ذاكرة الوطن، وبيلقي الضوء على عيد الفلاح اللي بيتزامن مع 9 سبتمبر. بيعقد الصالون حفل تراثي غنائي بتقدمه فرقة النيل للآلات الشعبية. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري. هيلتقي إبسويتش مع أستون فيلا في تمام الساعة 4 عصراً. في 6:30 هيلتقي مانشستر يونايتد مع توتنهام. والعشاء الكرة الأسبانية موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثامنة من عمر المسابقة. هيلتقي سيلتا فيجو مع جيرونا في تمام الساعة 3 عصراً. في 5:15 هيلتقي أتلتيك بالباو مع إشبيلية. في 7:30 مساء هيلتقي ريال بيتس مع إسبانيول. وفي 10 ليلا هيلتقي ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد. بدأت محافظة الأقصر في تنفيذ خطة شاملة استعدادا لانطلاق الموسم السياحي الشتوي لعام 2024. الهدف من ده هو إعطاء طابع مميز وساحر للمدينة التاريخية. الخطة بتركز على إزالة العقبات اللي بتواجه النمو السياحي وتقديم خدمات مميزة للزوار، وده طبعا بالتوازي مع تطوير ميادين وشوارع المدينة. ده كله بيحصل بالتعاون مع أسادة كلية الفنون الجميلة لتحسين المظهر الجمالي للمدينة من خلال الرسومات على الجداريات والاهتمام بالمسطحات الخضراء وتزيين المسار السياحي. هان كل هذه الجهود بتأتي ضمن مبادرات تهدف لتحقيق الهوية البصرية للأقصر، وبالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء. بدأت محافظة الأقصر تنفيذ خطة استعدادات استقبال الموسم السياحي الشتوي لعام 2024، حيث تستهدف الخطة إضفاء طابع مميز وساحر على المدينة. وتجري حالياً مناقشات مع قيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية لإزالة جميع المعوقات التي تعرقل نمو السياحة قبل بداية الموسم، مع التركيز على تقديم خدمات متميزة للسائحين. كذلك تم مناقشة خطة تطوير ميادين وشوارع الأقصر بالتعاون مع أساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر بهدف إضافة لمسات جمالية على الجداريات في شوارع المدينة. وتشمل الخطة الجديدة خطوات لتطبيق الهوية البصرية وتجميل المدينة من خلال تزيين الجداريات والأكشاك الكهربائية وتكثيف أعمال النظافة وتحسين المسطحات الخضراء وطلاء الأرصفة. كما سيتم تزيين طريق المسار السياحي ومداخل ومخارج المدينة بما يتماشى مع الطابع العصري الذي يعكس هوية الأقصر. بالإضافة إلى ذلك يتم حالياً تنفيذ أعمال تطوير شوارع وميادين المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة التي تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء، مما يسهم في خلق بيئة نقية وصحية للمواطنين.
مين فينا مش بيحب يتفرج على أوبرات الليلة الكبيرة؟ مين فينا جملة الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة؟ ياه على الذكريات يعني، والعرايس المارينات اللي دايما بتبقى موجودة دايما بتعدي كده في دماغنا، وكنا كلنا بنتمنى أن يكون عندنا عرايس زي اللي بنشوفها وأن احنا نعرف نتحكم فيها نفس التمكن العالي اللي كنا بنشوفه. كان دايما عندنا تساؤل واحنا اطفال، مش عارفه انت كنت طفل قبل كده ولا لا؟ والله لا حصل جالي نفس التساؤل من غير ما تقولي ايه هو التساؤل، بس اكيد جالي، مريت بالمرحله دي، مريت مرحله التساؤل. ازاي اصلا بيتحكم، ازاي بيتحكم فيها؟ بالظبط. انا بعمل كده بالمناسبه طبعا، بس يعني على قدي في البيت يعني، ممكن اجيب عروسه مش عندك عروسة؟ مش كده، مش بالشكل ده، بمسكها من ورا كده واقعد احرك ايديا يعني. لكن دلوقتي خلينا ناخدكم كده في زياره داخل ورشه تصنيع وتجهيز العرايس، ونعرف ابطال العرايس وكمان المشاركات الدوليه وسر احتفاظ كده عرض الليله الكبيره بقيمته التاريخيه لحد النهارده. الليله الكبيره أيقونة مصر على القاهرة العرايس وأيقونة مصر كلها، هو رمز تراثي للثقافة المصرية وهو من التراث الغير مادي. الأوبريت بيسجل مجموعة من اللوحات بتحمل المظاهر الشعبية لاحتفالية المولد في مطلقها وعمومها، ودي احتفالية موجودة عبر مئات السنين موجودة في مصر، ودي هذا التوثيق وهذه اللوحات هي مثلت السحر في بقائها حية على مدار هذه الأعوام. يعني احنا دلوقتي في العقد السابع تقريبا ليها، انما هي مستمرة لان هي بنت وجدان الشارع المصري، من بين احتياج الانسان المصري ومعايشته بتمثل الرموز الثقافية المصرية من وسط وقلب الشارع المصري الحقيقي. لما نيجي نبص على الليلة الكبيرة وهذا التحليل ده الواحد وصله على كبر يعني، وانا طفل لما كنت بتفرج انا متربي على الليلة الكبيرة، لكن كنت بتناولها وانا طفل بشكل مختلف. لكن لما كبرنا ودخلنا في التخصص اكتشفت ان دي عبارة عن لوحات تشكيلية صوتية لفظية حركية. انا والزملاء هنا ومن قبل مني الزملاء لان هم كانوا سابقيني في تواجدهم هنا ورعايتهم للعرض، دايما شغالين بكل لحظة، مهتمين جدا بعملية الترميم والإعداد وتدريب أجيال ونقل خبرات من جيل لجيل. إحنا بيتجاور معانا في الفرقة اللي بتقوم بعملية التحريك لهذه العرايس بيبقى عندنا ثلاث أجيال موجودة على خشبة المسرح، يعني عندي من أول فنان قدير لحد فنان أول، ثلاث أجيال بتسلم لبعضها. كمان بننقل الخبرة لبعض خبرة متكاملة، إذا كان الشغل على الفساريل الإنشائي والشيريو وتحرك المشاهد، أو إذا كان بنشتغل على طريقة العرض بالشيريو الأرضي، أو بنشتغل على طريقة العرض الثابتة، ودي في العروض الخارجية اللي المكان ما يسمحش إن احنا نحط الإنشائي بتاعنا فيها. لما تم اختيار حالة التعبير اللي هيعبروا عنها وهي المولد، اختاروا حاجة شديدة المصرية وشديدة الشعبية، فعشان كده مست القلوب وهتفضل عايشة كمان وكمان. الجزء الثاني من السر وهو ان اللي قام عليها مجموعة من قامات الإبداع الفني في شتى المجالات، إذا كان في الكلمة الأستاذ صلاح جهين، إذا كان في الموسيقى الأستاذ سيد مكاوي، إذا كان في الفنون التشكيلية والصورة البصرية الأستاذ ناجي شاكر في العرائس، والأستاذ مصطفى كامل في الديكور، توج ده كله الرؤية الإخراجية العظيمة اللي قدمها أستاذنا صلاح السقا. لما يبقى عندك مجموعة العوامل دي بمجموعة الفنانين دي بهذا الإخلاص، ومنساش إن الدولة عضدت ووقفت وقفة شديدة جدا في ظهر هؤلاء الفنانين لانتشار هذا النوع من الفنون وظهوره إلى النور بل وتألقه ونجاحه. الحقيقة إن إحنا بنحاول نحافظ على التراث بتاعنا، وبنحاول نقدم كل جديد للأطفال على مدار التاريخ. يعني التاريخ المعاصر بتاعنا بدأنا من عرايس بأحجام معينة، ودلوقتي إحنا بننتهي بعرايس بأحجام معينة. كل برنامج أو كل رواية بنعملها بنحاول نقدم فيها اللي يواكب العصر. أول حاجة في البداية خالص بيكون فيه تصميم، التصميم دوت بيكون بمقاسات معينة، والمقاسات ديت بيصاحبها رسم بيليه نحت.
النحت دوت لازم يتواكب مع جسم العروسة. شايفين التركيب بتاع العروسة ده؟ ماشي؟ قبل ما تلبس، ماشي؟ بعد ما لبست بقت كذا، بقت كده. قبل النحت دي كانت عبارة عن كورة خشب، كورة خشب. بعد النحت بقت بالشكل ده، بقت بالمنظر ده. وبعدين ركب لها الباروكة دي، وكده بقت عروسة. بعدين بيجي يشدها بالخيط علشان الخيط دوت يتحكم في الايدين وفي الرجلين بالطريقة دي. كل عروسة بقى ليها حجمها وليها وقتها. يعني في عروسة 3 ايام، في عروسة 4 ايام، في عروسة يومين، حسب الشغل اللي فيها. يعني النحت اللي فيها بيختلف عن النحت دي، والنحت دي عن النحت دي، وحجم العروسة نفسه، وشغل الازياء وشغل الميكانيزم نفسه اللي فيها، حسب توظيفها في الوقت. ممكن العروسة تيجي ثابتة ما بقاش فيها شغل كتير، ما فيهاش حركة. العروسة اللي فيها حركة كتير بتقوم وبتقعد وبتمشي، هي دي بقى في شغل كتير وفيها تفاصيل كتير. عرفتي بقى العرايس بتتحرك ازاي؟ اعتقد التقرير ده معمول عشانك. اجابه على كل تساؤلاتك. كل التساؤلات وكل الافكار اللي جت في دماغك. الفكره كمان انه انا كنت متخيل انه كل العرايس بتتصنع بنفس الشكل اللي العروسه العاديه بتاعتنا دي مثلا، والخيط من فوق وحد يتحكم فيها. لا ده الموضوع طلع يعني حرفه. لا طبعا لازم طبعًا. لازم حرفه، ولازم يكون ليه طريقه معينه عشان طريقه حتى التحكم في الخيط وطريقه الحركه نفسها بتاعت العروسه. فكره كمان انه بيبقى يعني الـ زي ما كنا بنتابع في التقرير، فكره تغيير الصوت يا شاذلي، والتمثيل حتى بطبقه الصوت، وفكره انت ازاي تحكي قصه لاطفال بعرايس مارينات لحد دلوقتي عشان تقدر تشد اطفال حواليهم كل هذا التقدم وكل التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي. ده تحدي كبير قوي، محتاج فعلا ان احنا يعني ناخد بالنا اكتر من المهنه دي، وناخد بالنا اكتر من الفن ده، لانه دي هويه مصريه ليها علاقه بثقافتنا احنا. صحيح، وفي تطور في الصناعه. يعني احنا طبعا شفنا كمان ان هي من اول اوبريت الليله الكبيره. وبالمناسبه احنا كنا لسه من كام يوم كده بنحيي مع حضراتكم ذكرى وفاه المخرج المسرحي الكبير صلاح السقا صاحب هذا العرض. يعني وكنا بنتكلم عن قد ايه طبعا العرض الليله الكبيره كان من الحاجات المهمه جدا عبر التاريخ، ومش بس في مصر، ده في الوطن العربي كله. فجميل ان يكون في تطور في هذه الصناعه، لانه زي ما احنا عارفين ان في تطور في الحياه كلها بشكل عام، فلا بد من مواكبه هذا التطور باستخدام بقى زي ما شفنا كده العرايس، الاشكال المناسبه للجيل الحالي، الموسيقى طبعا. كل هذه التفاصيل. يبقى عندنا جيل جديد كمان من الفنانين والمبدعين يقدروا يطوروا في محتوى حتى هذا الفن، لانه مهم جدا احنا نعيد عرض طول الوقت اوبرات زي الليله الكبيره، او طرف الهوى شاشي زي ما كنا بنسمع الموسيقى بتاعتها. وانت ما تدرش يعني. مثلا طيب. فده مهم، بس مهم كمان ان هيكون عندنا كمان اعمال فنيه جديده تقدر توصل للاطفال يا شاذلي. بكل تاكيد. الطبيعه الخضراء على كل شبر من ارض مصر، ده طبعا خلانا كلنا نبحث دائما عن اللون الاخضر، عن الزرع اللي بيعتبر من الحاجات المهمه جدا في حياتنا. عشان كده بنلاقي عدد من المبادرات الطموحه واعمال التشجير اللي امتدت لتشمل المشاركات الفرديه والمجتمعيه. تابعنا حمله وطنيه لزراعه 100 مليون شجره بمبادره من الرئيس عبد الفتاح السيسي. لم تقتصر جهود التشجير على المبادرات الوطنيه فقط الحقيقه، لكن كمان هي امتدت عشان تشمل مشروعات قوميه ضخمه زي مشروع التنميه الحضريه، مشروع تشجير الطرق السريعه، واللي بيهدف لتزيين المدن والطرق المصريه بالمساحات الخضراء. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول. لغة الطبيعة الخضراء تلامس كل شبر من أرض مصر عبر مبادرات وأعمال تشجير. الرحلة بدأت بمبادرة وطنية طموحة وامتدت لتشمل مشاركات فردية ومجتمعية، وتوجت بمشروعات قومية خضراء لخدمة المستقبل. بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت حملة وطنية واسعة النطاق لزراعة 100 مليون شجرة. هذه المبادرة لم تكن مجرد شعار، بل تحولت إلى واقع ملموس على الأرض، فقد شارك المصريون من كافة شرائح المجتمع في غرس الأشجار، مما ساهم في زيادة المساحات الخضراء بشكل ملحوظ وتحسين جودة الهواء وتعزيز التنوع البيولوجي.
لم تقتصر جهود التشجير على المبادرة الوطنية، بل امتدت لتشمل مشروعات قومية ضخمة مثل مشروع التنمية الحضرية الذي يهدف إلى تزيين المدن المصرية بالمساحات الخضراء، ومشروع تشجير الطرق السريعة الذي يحول الطرق إلى شرايين حياة خضراء تساهم في تحسين البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. هذا التوجه الحكومي برز في طريقة تدشين المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية التي تشهد تحولاً أخضر ملحوظ من خلال إنشاء أنهار خضراء وحدائق واسعة. المجتمع المدني أيضاً لعب دوراً محورياً في دعم جهود الدولة للتشجير، فقد نظمت العديد من الجمعيات الأهلية حملات واسعة النطاق لغرس الأشجار وساهمت في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة. كما قدمت بعض الشركات الدعم المادي والفني لهذه المبادرات، مما ساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولم تقتصر فوائد التشجير على البيئة فقط، بل امتدت لتشمل جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية، فقد وفرت مشروعات التشجير فرص عمل جديدة وساهمت في تحسين الصحة العامة للمواطنين وتعزيز السياحة البيئية، كما ساهمت في خلق رئة جديدة تتنفس بها مصر، مما يحسن من جودة الحياة للمواطنين. وتعتبر مبادرات التشجير في مصر قصة نجاح تستحق الإشادة، فهي تعكس إرادة قوية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. أكتر حاجة عجباني في الموضوع ده أنه تخطى فكرة المبادرات الرسمية اللي بتقوم بيها المؤسسات بشكل منظم وبيتكتف فيها الجميع، لا بقى فيه وعي كمان من الناس بحاجة زي دي، وبدأت الناس كمان تحافظ على الحاجات وتحافظ على الأشجار اللي بيتم زرعها، بل كمان وتشارك يا جمانة في البيت كمان حتى صحيح. لو بحاجة بسيطة جدا. لا بقينا بنشوف على فكرة أسر بتاخد أولادها بتنزل تشارك في عملية التشجير، وبقى في كمان اسر تانية لا حريصه ان اولادها يبقى عندهم زرع في البيت وعارفين يعني ايه اهميه الزرع وازاي يتعاملوا معاه وامتى يسقوه. فدي ثقافه بالفعل مهمه جدا ان هي تبقى موجوده عند اولادنا. كمان الفكره المهمه قوي والحقيقه اللي لفتت نظري يا شاذلي فكره الاشجار المثمره اللي موجوده في طبعا. الشارع دي كمان حلوه قوي، لانه حتى المواطنين يقدروا يستفيدوا كمان من الثمر ده. على اي حال يعني مهم ان احنا يكون لينا دور على قد ما نقدر نحاول نساعد في هذا الملف تحديدا. على اي حال الساعه دلوقتي 8 وده موعدنا مع موجز لاهم الانباء مع منى الشراوي. اتفضلي يا منى. شكرا ليكي جمانة. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، الخامسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للبنان ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار من لبنان وغزة، منوها إلا أن عدم اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم والإقليميين والدوليين على المحك. ووجه الرئيس السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري تضامنا مع شعبه الشقيق، مؤكدا استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي رفض مصر التام الإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الراهن على لبنان الشقيق، والذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي. كما أدان وزير الخارجية التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي لا يعرف حدودا ويجر المنطقة إلى حافية الهوية، مضيفا إلى أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي وقف حمام الدم بشكل فوري ودائم وغير مشروط، والوقوف بمنتهى الحسم أمام أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو سياسات الإحلال السكاني، فضلا عن الأهمية البالغة للنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع المدنيين العزل.
قام وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي بزيارة لمقر القنصلية العامة المصرية في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك لتفقد القطع الأثرية المصرية التي تم استردادها مؤخرا، وتضمنت المجموعة عدة قطع هامة تعود إلى العصر الفرعوني القديم والعصر البطلمي، ومن بينها قناع خشبي مذهب وقدم من الجرانيت الأحمر ومزهرية مصرية من الألباستر وغيرها. ووجه وزير الخارجية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لشحن القطع الأثرية إلى مصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية في الدولة، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لملف استرداد الآثار المصرية المهربة وعودتها إلى أرض الوطن. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية أمس أدت إلى مقتل 33 شخصا وإصابة 195 بجروح. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي كان قد شن غارة على المنطقة بين بلدتي دير عامس والبياض في القطاع الغربي بالجنوب اللبناني. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل صفت الحساب باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية. واتهم نتنياهو نصر الله بأنه كان المسؤول عن مقتل عدد لا يحصى من الإسرائيليين والعديد من مواطني الدول الأخرى. كما أكد نتنياهو أن اغتيال الأمين العام لحزب الله سيسرع إعادة المحتجزين في قطاع غزة. دعت إيران إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تصرفات إسرائيل في لبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهها المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني إلى المجلس بعد اغتيال إسرائيل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله. وورد في الرسالة أن إيران تحذر وبشدة من أي هجوم على مقارها الدبلوماسية وممثليها في انتهاك للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المقرات الدبلوماسية والقنصلية، وتؤكد أنها لن تتسامح مع أي تكرار لمثل هذا العدوان. Will face catastrophic consequences unlike any. أدانت روسيا بشدة اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بغارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب المأساوية التي يمكن أن يؤدي إليها اغتيال نصر الله في المنطقة، وحث إسرائيل على وقف الأعمال العدائية فورا من أجل وضع حد لإغراقة الدماء. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن طواقم الإسعاف والإنقاذ تعمل على انتشال جثامين الشهداء ونقل المصابين إلى المستشفى. نهاية موجز الثامنة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفصل. بعد الإعلان عن اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، الصراع طبعا في المنطقة شكله بيتغير. العدوان اللي إسرائيل شنته على لبنان والأحداث اللي بتمر بيها المنطقة دلوقتي بتطرح تساؤلات كتيرة جدا. هل اللي حصل ده هيكون سبب في اندلاع حرب شاملة؟ هل المنطقة داخلة بالفعل على نفق مظلم؟ هي كل دقيقة شاذلي بتحمل معها الكثير من الأسئلة. الوقت دقيق جدا الحقيقة، وطول الوقت بنسمع تحليلات كتير جدا. خلينا نعرف أكتر ايه اللي ممكن يحصل بعد اغتيال حسن نصر الله مستقبل حزب الله. معنا النهارده دكتور هاني سليمان المتخصص في الشأن الايراني واللي هيجاوبنا على كل هذه الاسئله. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيك معنا. صباح الخير. صباح الخير، اهلا بحضرتك. اهلا، صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يعني عمليه اغتيال حسن نصر الله الامين العام لحزب الله كانت خلينا نقول مفاجاه وصادمه للعالم اجمع الحقيقه في هذا التوقيت تحديدا. لو هنتكلم عن هذه العمليه، قراءتك ليها من حيث التوقيت ودلالتها وماذا تحمل بعد ذلك؟
يعني بالتأكيد احنا بنمر بمرحلة صعبة شديدة التغير ولا يمكن القياس عليها في أي ظروف سابقة. ما يواجهه حزب الله الآن ليس حزب الله فقط، نتحدث عن لبنان، نتحدث عن ما يسمى محور المقاومة والممانعة، هو اختبار تاريخي لم يتعرض له في أي وقت سابق من الأوقات. نعم كان هناك مراحل تاريخية وهناك اختبارات صعبة مر بها حزب الله ومر بها المحور أو إيران بشكل عام، ولكن لم تكن في درجة الدقة وكمية الضغوط وفي الظروف الانتقالية سواء الإقليمية أو الدولية، كافة هذه العوامل المعقدة والمتشابكة والمرتبطة في آن واحد. أنا شايف أن ده لم يتوفر في أي وقت من الأوقات، وبالتالي أنا شايف أن احنا أمام اختبار تاريخي سيتحدد عليه مستقبل هذا المحور ودور إيران ودرجة ارتباطها ب هذه الميليشيات التابعة لها، لأننا أمام أزمة ثقة رئيسية. بعض المفردات والتحليلات التي كانت تتحدث عن دور إيران، هل تخلت إيران وأدارت ظهرها إلى ميليشياتها سواء ما حدث مع إسماعيل هنية في حركة حماس وما حدث الآن مع حسن نصر الله في حزب الله؟ أعتقد أن الروايات دي كنا بنرفضها سابقا، ولكن باتت مطروحة بشكل أكثر قوة في هذه اللحظة. ولكن بصرف النظر عن هذه الرؤية وهذا الاقتراب، أعتقد أن احنا إذا اقتراب آخر ما يحدث في هذا التوقيت، أنا شايف أنه هو نتاج طبيعي لحالة ربما التردد الشديد وعدم الرد الإيراني. هناك أحيانا مراحل فارقة في تاريخ العلاقات الدولية وفي تاريخ القرار السياسي، إيران كانت متشككة بشكل كبير، كانت تريد إدارة المسألة بشكل أكثر براجماتية لإدارة مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الحصول على مكاسب في ملفات أخرى مثل العودة إلى مفاوضات الملف النووي الإيراني. وبالتالي بعد اغتيال إسماعيل هنية ومرحلة اغتيال فؤاد شكر وما بعدها، أعتقد أن كان هذه نقطة مفصلية ومهمة جدا للرد سواء من إيران أو من داخل حزب الله. ولكن بتحليل جملة خطابات حسن نصر الله منذ الأزمة ومنذ العدوان على غزة، أعتقد أن احنا تلقفنا واستشعرنا ربما بعض التردد، عدم وضوح رؤية استراتيجية، لم يكن هناك تحرك على قدر الحدث كما كانت إيران أو حزب الله على مدى أدبياتهم منذ الثورة الإيرانية منذ 79 وعلى مستوى الأدبيات والمفردات السياسية المتعلقة بالثورة ومواجهة العدو الغربي والولايات المتحدة الدولة الكافرة أو قدرة إيران الصاروخية والقدرات العسكرية القادرة على القضاء على إسرائيل. كل هذه المفردات وحول نصرة القدس والأقصى كان الاختبار الرئيسي لم نجد منها أي شيء، وبالتالي هذه المرحلة كانت كاشفة بشكل كبير. حزب الله يجني ثمار ما فعلته إيران سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. المسألة ليست متعلقة بحزب الله فقط، متعلقة بمستقبل لبنان و مستقبل حزب الله والمنطقة بشكل عام. جميل، مستقبل لبنان دي النقطة اللي كنت عايز أتكلم فيها مع حضرتك، إزاي بتقيم الأوضاع دلوقتي في لبنان، وهل بعد اغتيال حسن نصر الله من الممكن أن تهدأ الأوضاع قليلا أو أنه يحمي لبنان على الأقل من التوغل البري؟ يعني مسألة التوغل البري دي أنا شايف أن هي مسألة معقدة، ويمكن دي تعود للقرار السياسي الخاص بين نتنياهو والحكومة المتطرفة، لأنه هو حتى هذه اللحظة هو يستطيع أن يحقق أهدافه. كان في مرحلة ضغط شديد متعلقة بعدم القدرة على الإفراج عن المحتجزين، عدم وضوح أهدافه في الحرب في غزة، ولكن هو استطاع بشكل أو بآخر نقل المعركة إلى مستويات أخرى في داخل حزب الله، محاولة توسيع الصراع بشكل كبير، القضاء على القيادات التاريخية والكاريزمية بالنسبة لحزب الله في هذه الفترة. أنا شايف أن يمكن نتنياهو استطاع أن يحقق بعض النجاحات ويستثمرها داخليا في مواجهة يائير لابيد أو بعض أصوات المعارضة التي كانت تحاول الإطاحة به، هدأ من روع المجتمع الإسرائيلي وصدر إليهم انتصارات خاصة باغتيال إسماعيل هنية ثم الآن حسن نصر الله، ويمكن هو حتى يوظف ردة الفعل المجتمع الدولي التي كانت تنظر إلى حزب الله أو حسن نصر الله على أنها ربما جماعة إرهابية، وبالتالي حجم ردات الفعل أقل من المتوقع، وبالتالي هو يحاول الاستثمار في ذلك. أنا عايز أقول إن يمكن منذ بدء الحرب في غزة أنا شايف أن يمكن إسرائيل رأت أن هناك حدود ومربع معين بالنسبة لتحركات سواء إسرائيل سواء إيران أو حزب الله اللبناني، وبالتالي هو استطاع أن يبني استراتيجية للمرحلة الثانية ليحاول الاستثمار فيها بعدما رأى أن هناك خطوط معينة لا يمكن تجاوزها. أنا عايز أقول بس في عجالة أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها حزب الله بعد هذه الاختبارات الصعبة، هو واجه ذلك في السابق. صحيح. كان هناك اغتيال ل الأمين العام الثاني عباس موسوي بشكل كبير، ولكن هو استطاع تجاوز هذه المسألة. في اعتقادي أن حزب الله مستمر
ولكن الاشكاليه باي اليات وباي ادويات. بس عباس مساوي ما قعدش كتير تقريبا، امين عام الحزب كانت سنه تقريبا بالتاكيد فتره قصيره. كمان انا عايز اقول ان يمكن لم يتمتع بالكاريزما او درجه التاثير على المستوى الخطابي والشعارات الذي كان يتمكن به حسن نصر الله. هو اكثر من اثر في المجتمع اللبناني او الخطاب ربما العاطفي بشكل كبير. فانا شايف ان يمكن حزب الله مستمر ولكن بادوات مختلفه. هناك اشكاليه متعلقه بازمه ثقه ما بين القياده والفروع وما بين الكوادر المختلفه. حزب الله في رايي ان هو هزم قبل الدخول في اي معركه رئيسيه منذ عمليه البيجر واجهزه الاتصالات واللاسلكيه. فانا شايف ان يمكن نحن في منعطف صعب يواجه فيه حزب الله ومستقبل لبنان. لبنان الاشكاليه متعلقه بالعلاقه ما بين حزب الله كميليشيا وما بين الجيش اللبناني. هناك دعوات الآن عن أن يكون هناك عودة للدولة. حزب الله نفسه كان له تأثير سلبي كبير على مسألة تأسيس وتكوين المؤسسات الوطنية في الداخل اللبناني، أعاق انتخابات رئاسة الجمهورية. كان القرار السياسي ليس نابع بشكل وطني، كان تابع لطهران بشكل أو بآخر. وبالتالي نحن إذا هل سيعود حزب الله ويعيد مراجعة أدبياته للعودة إلى الحضن العربي أو ربما الدولة الوطنية، أم سيستمر في التبعية لإيران التي بشكل أو بآخر ورطته في هذا السيناريو وهذا الوضع الصعب؟ يعني هل تعتقد يا دكتور أنه يعني دايما حتى بنسمع في يمكن الاجتماعات الطارئة لمجلس الأمن والمحافل الدولية المعنية بما يحدث أو بتناقش ما يحدث الآن في لبنان، فكرة الرجوع لقرار 1701 مرة أخرى وفكرة تهدئة الأوضاع إلى حد كبير، وما بين أيضا التصريحات الواردة من الجانب الإسرائيلي وإصراره على استكمال هذه المهمة، وأخبار متضاربة طول الوقت عن أنه فرض حصار على الأراضي اللبنانية وأنهم هيستكملوا ما بدأوه، وفي أخبار طول الوقت متضاربة. هل العودة لقرار 1701 كفيل أنه ينهي هذه الأزمة؟ هل يمكن أصلا العودة لهذا القرار؟ هل فكرة ما حدث الآن أو ما يحدث لحزب الله وحتى يمكن المرشحين للخلافة حسن نصر الله، هل هيتراجعوا عن سياسة حزب الله الموجودة أصلا من سنين كتير؟ إيه اللي هيحصل؟ يعني الأسئلة اللي حضرتك قلتها مهمة جدا وغيرها من الأسئلة مطروحة، ولكن قرار 1700 أنا شايف أنه قرار مهم في هذه المرحلة، وهو عودة للمؤسسة الوطنية ودور لبنان كدولة ومحاولة ربما تخطي الأزمة اللي احنا عالقين فيها بشكل كبير منذ سنوات، هي ليست وليدة اليوم. أنا شايف أن ده ممكن أنه يختصر المسافة والطريق بشكل كبير، من شأنه أنه هو حتى يهدئ الأوضاع مع الجانب الإسرائيلي بشكل أو بآخر إذا ما تلقف مسألة عودة حزب الله إلى خطوة للوراء. ولكن هذه الإشكالية معنية وأمامها تحديات كثيرة متعلقة بطموح حزب الله نفسه ومحاولة إعادة تدوير وإعادة تشكيل هويته مرة أخرى. هذا الاختبار الحاصل الآن. طموح حزب الله أيضا يقابله طموح بنيامين نتنياهو. نعم بالتأكيد. يعني أنا شايف أن نتنياهو، يعني البعض يتحدث عن مسألة ربما نتنياهو قام بالعديد من الضربات في الداخل اللبناني ربما سيتراجع أو غيره. أنا شايف أنه لن يحدث لأنه هذه مرحلة تاريخية سيستثمرها بشكل كبير. لا توجد العديد من المحددات التي تجعله يعني يتراجع عن المسار الذي رسمه في هذا التوقيت. فأنا شايف أنه يستمر، ولكن الإشكالية كلها متعلقة بمدى قدرة حزب الله على التعبير عن نفسه مرة أخرى، وأيضا فك الارتباط ما بينه وما بين إيران، لأن دي الإشكالية الرئيسية. هناك إشكالية متعلقة بدور إيران أصلا في المنطقة. إيران التي تحاول طوال الوقت، يعني بعد الأزمات الأخيرة هي نادت باجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، وتصريحاتها ربما تسببت وأفرزت نوع من الضعف الإيراني. أين كانت إيران عندما استغلت وهي كانت عامل رئيسي من تكوين الميليشيات التي أضعفت العديد من الدول العربية وهدمت استقرارها على أسس أيديولوجية وطائفية؟ ودي الإشكالية الرئيسية ما بين الدول العربية وما بين إيران. الدول العربية مدت يدها أكثر من مرة للتعاون مع إيران. إيران دائما ما تضع هذه الهوية الأيديولوجية والطائفية، لديها مشروع قائم على الدولة الفارسية، وهي ترى أن المشروع القومي العربي هو العدو والعقبة أمام طريق تحقيق هذه الأمال. وبالتالي الإشكالية متعلقة دائما في إيران. هذا الارتباط التاريخي هل سيتغير؟ أنا شايف أن ده معني بطبيعة القيادة الجديدة. هناك العديد من الأسماء، البعض يتحدث عن هشام صفي الدين إذا ما كان هناك صحيح. بعض التقارير ليست مؤكدة عن حالته وظروفه فيما يتعلق به. هشام صفي الدين هو متشدد وهو صهر قاسم سليماني، وقد يكون هو الذي سيخلف حسن نصر الله بشكل أو بآخر. أنا شايف بصرف النظر على القيادة السياسية
وبصرف النظر عن المتغيرات الموجودة، حزب الله يعني سيتأثر بشكل كبير. هناك هزة كبيرة جدا فيما يتعلق بالإطار المؤسسي، وأيضا ستنعكس على الإطار العملياتي، ومرحلة من مرحلة الشك وعدم اليقين في طبيعة التحركات القادمة بالنسبة لحزب الله، اغتيال العديد من القيادات، هدم مسألة القوة الخاصة بحزب الله وقدراته الصاروخية التي لم يعبر عنها ولم يترجمها حتى هذه اللحظة. هل هو قادر على استخدامها؟ يعني الكل دلوقتي مستني الرد الإيراني، أو إن لم يكن رد إيراني مباشر من أذرع إيران في المنطقة، هل ده منتظر فعلا؟ يعني أنا شايف أن مسألة الرد الإيراني أو رد حزب الله تأخرت كثيرا. لو كان هناك رد لما شهدنا هذه المرحلة من التجرؤ الخاص بنتنياهو وإسرائيل، ولكن كان هناك العديد من الاختبارات والعديد من العمليات الصعبة، ولكن ردة الفعل كانت بشكل منبطح ومتراجع للغاية، وربما تاهت في ظل الحسابات وبعض المصالح وبعض السيناريوهات. أنا شايف أن يمكن إيران وحزب الله مسؤولين عن الوضع الذي آلت إليه الأمور الآن. أنا لا أحرض على التصعيد، ولكن في مرحلة معينة إذا لم تأخذ الخطوة يعني سيسبقك إليها غيرك، وخاصة أن إسرائيل ليس لديها خطوط حمراء. المجتمع الدولي ربما لم ينجح في وضع إسرائيل والحرب في غزة في إطار قانوني أو إطار مؤسسي دولي معين. نتنياهو يتصرف بشكل أكثر ذاتية ويحاول حسم المسألة وأكثر ذكاء كمان. هل يعتبر ذكاء منه أن قدر يحول بوصلة العالم من الأنظار القضية الفلسطينية إلى أنه بقى بدأنا نبص لإيران وبدأنا نبص لحزب الله والحوثيين؟ ده بالتأكيد يعني بصرف النظر عن موقفنا طبعا من العدوان الإسرائيلي مفهوم. والانتهاكات، هو ذكاء من توظيف الأزمة وتحويلها إلى فرصة على المستوى الداخلي، وكمان على مستوى يمكن حجم التعاطف الكبير اللي كان قائم على المسألة في الحرب في غزة، ومسألة ربما لفت الأنظار إلى مستوى آخر قد يكون محاط بقدر من التعاطف الدولي، لأن نظرة المجتمع الدولي لحزب الله وحسن نصر الله تختلف كثيرا عن الأوضاع المتعلقة بحماس كفكرة المقاومة ومسألة الدفاع عن الأوضاع والانتهاكات والجرائم الموجودة في غزة في هذا التوقيت. ونجح في ذلك، كمان وضع لنفسه أهداف جديدة ومستويات مختلفة. حجم التغطية الإعلامية الموجودة والأوضاع في غزة باتت ليست كما هي في السابق، فأنا شايف أنه هو بشكل أو بآخر نجح في ذلك في ظل يمكن فشل إيراني كبير وفشل لحزب الله، لأن هناك إشكالية متعلقة بدرجة الموثوقية فيما يتعلق بالميليشيات الخاصة والمرتبطة بإيران مع القادة المركزية في إيران، لأن أكثر من اختبار لم تقدم فيه إيران شيء، سقطت العديد من القيادات الكاريزمية من الجيل الأول. أظن المقاطعة، ولكن هل ده يعتبر زي حضرتك بتقول فشل إيراني؟ هل ده يعتبر فشل أم هي أولويات بالنسبة لإيران؟ يعني هي أمام زي ما حضرتك بتقول مفاوضات إيرانية أمريكية بخصوص الملف النووي، وأيضا ما يتعلق بالنفوذ، نفوذ الإيراني في خارج حتى إطار حدودها في عدة دول زي ما حضرتك ذكرت. فهل هي مسألة أولويات ولا هو زي ما حضرتك بتقول فشل؟ نعم، يعني خلينا أقول أن يمكن إيران تضع لنفسها بعض الأهداف، وهي دولة برغماتية تحقق أهدافها بصرف النظر عن الفاتورة أو بالنسبة للأسلوب أو الأداة التي تستخدمها. قد تجد في مرحلة ما هي محاطة بضرورة ربما عدم وضع الميليشيات كأولوية بعيدا عن المصلحة الإيرانية، ولكن خلينا أقول أن حتى إيران لو تصرفت بهذا الأمر وبهذه الكيفية من منطلق المصلحة والأولويات، هي ستخسر على جبهات أخرى، لأن ما حدث ليس بالشكل وبالشيء الهين فيما يتعلق بمحاولة ربما القضاء على القدرات العسكرية ومحاولة تقليم أظافر الميليشيات الإيرانية. حزب الله اللي هو بيشكل القوة الضاربة والأداة الأساسية للضغط على إسرائيل كما تتحدث إيران، على مستوى ربما القدرات العسكرية والخبرة التاريخية وطبيعة الهيكل التنظيمي والعسكري، فأنا شايف أن يمكن إيران كانت تعول على حزب الله بشكل كبير، وبالتالي أن تحاط بكل هذه الضربات، أن يتم اغتيال القيادات التاريخية، يعني بنتحدث عن إسماعيل هنية وحسن نصر الله، قبلهم قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وفؤاد شكر وعديد قيادات الصف الثاني والثالث والعديد من القيادات الحرس الثوري في الداخل السوري. يعني إيران ستواجه إشكالية جيلية في المستقبل القريب، لأن الجيل الأول والثاني الذي حضر الثورة الإيرانية هو جيل متشبع أيديولوجيا، لديه قدر كبير من الحماسة الثورية والإيمان والولاء لقيم الثورة، غير الجيل اللي موجود في مراحل لاحقة اللي هو مرتبط على مستوى العمل الوظيفي أكثر أو مستوى المنفعة المادية، ودي إشكالية كبيرة. وبالتالي إذا كانت إيران تتحرك ببراغماتية، ولكن هي ستخسر من مستوى قدرة أدواتها على التأثير والضغط، قدرة تفعيل هذه الأدوات، درجة العلاقة معها بعد هذه الفجوة اللي هتحدث أزمة ثقة، قدرة إيران أصلا على مخاطبة بعض الدول
العربية والإقليمية اللي هي ستجد مقاومة شديدة في ظل هذا الانبطاح الإيراني في المستقبل. طيب البعض بيذهب إلى أنه ممكن خلال الفترة اللي جاية يكون في نوع من التفاوض ما بين حزب الله وإسرائيل، هل ده ممكن؟ في العلاقات الدولية طبعا بعد يعني تعقد المشهد وتأزمه بيكون هناك مساحة من التفاوض، ولكن دايما أنا كدولة بتفاوض في مرحلة قد يكون الطرف الآخر لديه أدوات الردع أو التأثير أو لديه فرص للإلام، لكن في هذه المرحلة أنا شايف أن يمكن نتنياهو لديه أوراق أخرى لاستخدامها ويحقق مكاسب بأقل قدر من الضرر والخسائر. إذا كان هناك خسائر نتحدث على الجبهة اللبنانية، هو ليس لديه خسائر بالقدر الكبير، يعني الحرب في غزة أفرزت ربما خروج المستوطنين من بعض المناطق في الشمال وغيره، ولكن هو بهذه الحرب قادر على استعادة ذلك، ولكن هذا لا يشكل تهديد كبير بالنسبة لنتنياهو في هذه المرحلة حتى وإن لم يكن هناك عودة كبيرة. هو يريد أن يركز على القضاء على هذا الخطر مرة واحدة في ظل وضع مهم سيخدمه داخليا ووضع دولي ربما ليس يشكل ضغطا كبيرا عليه. يعني لو نتحدث عن الدول الفاعلة في الأقليم أو التي تستطيع تمثيل ضغط على إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع هي لا تمثل وسيط بأي حال من الأحوال، أنا بعتبرها في كطرف أصيل دعم لنتنياهو، ولكن الدولة المصرية ربما تصدت للعديد من المخططات في البداية وهي تحاول القيام بأدوارها اللي هي أصلا ناتجة عن ربما إيران هي من فعلت وربما وجهت، ولكن الدولة المصرية هي من تتصدى وتتحمل المخاطر سواء التهديدات في البحر الأحمر أو سيناريوهات التهجير أو غيرها من الأمور المتعلقة بالسيطرة على محور فيلادلفيا أو غيره. وخلينا أقول بالمناسبة أن دولة دايما بتثبت أن الرؤية المصرية رؤية عابرة لبعض الأمور الأيديولوجية وبعض الحسابات المختلفة الضيقة لبعض الأطراف، دايما مصر بتنظر للمصلحة بدون أي تجاذبات أو مصالح كما هي تحدد أطراف أخرى، وللأسف النتيجة بتكون كما نرى الآن. هي أن مصر حضرت من هذا التصعيد وهذا السيناريو منذ بداية منذ 7 من أكتوبر، مصر كانت طول الوقت أنها بتحذر من خطورة التصعيد وما يتبعه. يعني على أي حال خليني أسأل حضرتك برضو على يعني اللي جاي، يعني في الحقيقة حديث كتير جدا موجودة وتحليلات كتير جدا موجودة، البعض يتحدث أنه إسرائيل لن أو بنيامين نتنياهو لن يتوقف فقط عند الجنوب اللبناني وأنه يتخطى بما أنه حتى ضرب الضحايا الجنوبية لبيروت، والبعض يتحدث أنه كمان احتمال في بعض الاحتمالات المتعلقة بسوريا وفي حديث عن سوريا، فعايز أعرف من حضرتك هل في تصعيد متوقع تصعيد آخر، هل ممكن أن تتجه الأنظار بعد ما يحدث في لبنان إلى سوريا أيضا؟ يعني كل الاحتمالات موجودة، وأنا شايف وقلت أن يمكن نتنياهو في مرحلة مهمة وهذه الحكومة المتطرفة وهذه الانتهاكات الإسرائيلية قد تمتد إلى دول الجوار. سوريا بالتأكيد موجودة، وخاصة أن الميليشيات السورية إيران استنسخت ما حدث في العراق بتكوين ميليشيات على أسس طائفية وأيديولوجية في الداخل السوري، وكان هناك تحول ديموغرافي في العديد من الأماكن وخاصة القريبة من إسرائيل، وشفنا مناوشات في الفترات الأخيرة بشكل يمكن ودرجة أقل يمكن مما عليه في الداخل اللبناني أو من خلال الحوثيين في اليمن، وبالتالي هي أحد الجبهات ربما المتوقع أن يحدث فيها تصعيد، علاوة على أن نتنياهو يدير المسألة بشكل أقرب إلى مقاربة شاملة، تصعيد في الضفة، تصعيد في الجبهة مع حزب الله وغيره، هو يريد ربما إنهاء المسألة بشكل كامل حتى لا يتجدد هذا التهديد، لأن الإشكالية متعلقة بأن إسرائيل كانت تصدر نفسها على أنها المنطقة الأكثر أمنا في الإقليم، خطاب جاذب لمحاولة الحصول على فرص عمل ومعيشة وإقامة في المستوطنات وغيره تم نسف هذه المقاربة في 7 من أكتوبر، وبالتالي هو يحاول استعادة الثقة مرة أخرى، توجيه خطاب مختلف، تصفير التهديدات فيما يتعلق بالمناطق المحيطة، وبالتالي ده محتمل بشكل كبير خلال الفترة القادمة. خلينا أقول بس في عجلة أن يمكن ما يساعد نتنياهو على المضي قدما في هذا الأمر أنه هو لم يجد ربما الرد الفعل المتوقع من إيران، حتى مسعود بزشكاني الرئيس الإيراني كان في مقابلة منذ أيام وتحدث عن أنه حزب الله لا يستطيع مواجهة إسرائيل بمفرده، على الدول والفعال الإقليمية أن يكون لها دور وموقف فيما يتعلق بمساعدة حزب الله، وكأنه يتخلى عليه بشكل أو مباشر. أيضا بيان حزب الله نفسه في نعي حسن نصر الله هو يتحدث عن استمرار العمليات كجبهة إسناد. أي جبهة إسناد لغزة؟ أعتقد أن حزب الله عليه أن يكون جبهة إسناد لنفسه إن لم يكن يدرك طبيعة الخطر وطبيعة ما يحدث، فهذه إشكالية كبيرة.
كل الشكر لحضرتك طبعا على هذه القراءة والتحليل دكتور هاني سليمان المتخصص في الشؤون الإيرانية. بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا لحضرتك. شاهدينا فاصل سريع ونرجع لحضرتك كارل. مرحب بحضراتكم من جديد. بقالنا كام يوم خلاص بدأ فصل الخريف، كلها كام أسبوع وهندخل على فصل الشتاء اللي بدأت توقعات الاستباقية تكون حديث خبراء الأرصاد في العالم. في توقعات بتقول أنه هيكون شتاء قارس البرودة، وإحنا مع موعد على موعد مع ظواهر جوية صعبة جدا. فريق تاني من الخبراء في العالم شايف أنه هيكون شتاء عادي وطبيعي زي اللي احنا متعودين عليه كل سنه، واشاعات الشتاء ابتدت يشاذلي، وفي اكتر شتاء وبقى اكتر بروده من 10 سنين وحاجات كده غريبه. بس انا عندي استفسار، يعني لما الخبراء والمختصين مختلفين احنا نعمل ايه؟ يعني احنا عايزين نفهم اكتر. طبعا كل هذه التساؤلات اللي كانت جوانا بتتكلم عنها دلوقتي هيجاوبنا عليها في هذه الفقره ضيفنا اللي منورنا طبعا في استوديو صباح الخير يا مصر، الدكتور علي قطب استاذ المناخ بجامعه الزقازيق. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا بيك يا استاذ. اهلا بحضرتك. انا سمعت من جمانه ان كل الخبراء مختلفين في الموضوع ده. لا مش اختلاف. امال ايه طيب؟ لا لا، بص حضرتك لازم نوضح من فرق بين سيناريو ومعلومات حقيقيه فعليه. تمام. معلومات حقيقيه فعليه يعني انا عندي بيانات، ومن خلال البيانات دي بنتنبأ بما هو اتي لعشرة ايام قادمه، ده على مستوى العالم فقط 10 ايام فقط. بس يعني ما ينفعش اقول ان الشتاء الجاي هيبقى ده ساعات بيتوقع دكتور يقول ايه ان الشتاء الجاي واحنا لسه ما دخلناش الشتاء ده، الشتاء الجاي هيكون هو الاكثر صعوبه والاكثر بروده. لا دي كل سنه ممكن. عن سنه ما هو ما برضه انا لسه هكمل. طيب بقيتها اللي اقدر اقول ان الشتاء ممكن يبقى شديد البروده، بس فين؟ في عوامل مؤشرات تقول ان المدن الساحليه اكثر المدن عرضه للظواهر الجويه المتطرفه. ليه؟ لان عندنا في قياس لدرجات الحراره وهي مؤشر لعنف الظواهر الجويه، ففي ارتفاع في درجه حراره الارض، والصيف السنه دي كان اشد حراره بسبب ما رصدناه من ظاهره النينو. ظاهره النينو دي ظاهره بتاعت المحيط الهادي، هي مؤشر لارتفاع درجه الحراره، وبالتالي كان صيف 24 كان اشد حراره. هل ده معناه ان الشتاء هيبقى شديد البروده في مناطق ومناطق مختلفه؟ لكن على مستوى العالم اصل درجه الحراره دي ممكن تبقى في اوروبا منخفضه وفي المناطق العروض الوسطى مرتفعه شويه، وفي المناطق المداريه زينا كده في المناطق العربيه تكون اعلى درجه حراره. فما بناخد متوسط درجه حراره الارض لو هنا زايده 4 درجات وفي العروض الوسطى اللي هي جنوب اوروبا زايده 3 درجات وفي اوروبا ناقصه درجه، يبقى المتوسط العام عندي بقى ارتفاع مش 4 درجات ولا انخفاض درجه هنا، يبقى متوسط عام درجتين، بتاخد متوسط عام. وبالتالي ما يصار على شبكات التواصل الاجتماعي هو مش حقيقة، هو سيناريو محطوط. نتيجة ايه؟ ان اكبر طاقة مخزنة من الحرارة في المسطحات المائية، المسطحات المائية محتفظة بدرجة حرارة، الارض بتمتص درجة حرارة وبتشعها تاني، لكن المية بتمتص درجة الحرارة، وان تلتين الكرة الارضية مسطحات مائية فبتاخد تلتين الطاقة الشمسية. وبالتالي المسطحات المائية لما بيحدث عليها ظواهر جوية بتكون عنيفة. هل وارد يحدث في البحر المتوسط عنف في الظواهر الجوية؟ أيوة. ليه؟ لأن درجة حرارة المسطح المائي في البحر المتوسط هذا العام ارتفعت درجة عن الأعوام السابقة. يبقى بالتالي لما تيجي ظاهرة جوية هتحدث في البحر المتوسط هتبقى شديدة. هي تحدث بين بس في المغرب ولا في سواحل الجزائر ولا في سواحل ليبيا ولا في مصر؟ هنا ده طاقة منخفض جوي. لو فقد الطاقة بتاعته كلها فوق سواحل الجزائر لما يجينا عندها يكون فضي، ما يأثرش جامد عليا. لكن لما يكون جاي ضعيف وخد قوته في المية هيوصل عندي عنيف. دي نقدر نعرفها امتى؟ قبليها بعشرة أيام. لكن كسيناريو كل المسطحات المائية اللي موجودة في المناطق المدارية والمناطق تحت المدارية اللي هي زي البحر المتوسط متوقع. أو المحيطات اللي تحت هتبقى عنيفة وعنيفة مؤثرة جدا. إذا الولايات المتحدة الأمريكية معرضة لأعاصير قوية، الصين معرضة لأعاصير قوية. أعاصير يعني إيه بقى؟ ده أعاصير دي مش منخفضات جوية عادية، إعصار يعني مدمر، يعني رياح عاتية، يعني فيضانات عارمة، يعني سحب ركامية رعدية توقف حركة الطيران.
كل مصر شلل تام شلل تام. وده بيكون في المناطق المدارية والاستوائية احنا بعاد عنها. طيب دكتور علميا مدى صحة الحديث انه لما يكون الصيف شديد الحرارة يقابله الشتاء شديد قارس البرودة. البرودة علميا ده صحيح؟ لا طبعا مفيش دراسة عملت حتى هذه اللحظة على ربط ارتفاع درجات الحرارة بانه الشتاء شديد البرودة او قارس البرودة. لا لا لا، هو احنا بناخد متوسط ارتفاع درجة حرارة الارض من على مدار 150 سنة كان 1.2 درجة مئوية. طب الارتفاع ده كان في الصيف ولا في الشتاء؟ في الخريف ولا في الربيع؟ محدش يقدر يقول كده، لكن كان في الصيف واضح الارتفاع. هل معنى كده لما يكون ارتفاع درجة حرارة ونص او 1.2 درجة مئوية على مدار السنة ارتفعت في الصيف 3 درجات، يبقى في الشتاء ترتفع ايه؟ نص درجة، ربع درجة، في مناطق مش هترتفع. ده المتوسط العام، في فرق متوسط عام. زي عندنا انا لما اخد على سبيل المثال وليس الحصر، لما اقول ايه في اوزان، في 5 اوزانهم فوق 80 كيلو متر جرام، وفي 3 وزنهم فوق 90 كيلو جرام، وفي 2 وزنهم 50 كيلو جرام. اما اخد المتوسط العام مش هيكون معبر عن كل واحد، لكن هو بيدي مؤشر فقط. تمام. طب دكتور بتحب الصيف ولا الشتاء؟ انا شخصيا في ارتباط ما بين الحياه اللي انت بتقيم فيها وحبك للصيف والشتاء. يعني لما تيجي للسواحليه الاسكندرانيه عموما يقول لك انا ما بحبش الصيف ابدا، انا احب الشتاء. اجواء شتويه جميله. ليه؟ لان هو عاش في هذه الاجواء، بالاضافه الى ان مواليد فصل الشتاء يحبوا الشتاء، مواليد فصل الصيف يحبوا الصيف. الحاله المزاجيه تصدق فعلا فكره مرتبطه والله ما جاتش في بالي خالص. لا، الحاله المزاجيه مرتبطه بالجو، بتبقى رايقه جدا في فصل الشتاء. ما هو الحاله المزاجيه بمعنى ايه؟ يعني انت النهارده عندك، ودي ابحاث معموله مش كلام عام، ابحاث معموله ان مزاج الانسان بيبقى كويس جدا في الاجواء المعتدله، لا هي شديده الحراره صحيح ولا طبعا شديده البروده. بناء عليه ان معظم المواطنين المتواجدين في المناطق الشديده البروده اللي هو شمال اوروبا واسكتلندا والمناطق دي الحاله المزاجيه عندهم مش تمام. طب المناطق المداريه والاستوائيه انفعاليين اكتر. الوسط دايما بيبقى هو ما بين المعتدل والبروده هنا. طب خلينا بقى نشوف راي الناس. طبعا بمناسبه اقتراب فصل الشتاء، الفتره اللي عشناها فصل الصيف كانت صعبه جدا. كاميرا صباح الخير يا مصر نزلت الشارع وسالت الناس عن رايها في الصيف والشتاء، ويا ترى بيحبوا الصيف ولا بيحبوا الشتاء. في نقاش كده بيبقى مهم جدا ما بين شهر سبتمبر واكتوبر بين محب الصيف والشتاء، واول ما الجو يبان فيه كده نسمات الهواء الجميل يبتدي محب الشتاء كده تحس ان هم مبسوطين ومقبلين على الحياه، محب الصيف بيكونوا زعلانين شويه كده ان الصيف خلاص هيخلص. فقلنا ننزل الشارع ونشوف مين اللي يكسب، فريق الشتاء ولا فريق الصيف. فتعالوا بينا نشوف الناس اختارت ايه، نار الصيف ولا جنه الشتاء. نار الصيف ولا جنة الشتاء؟ لا جنة الشتاء طبعا. بحب الشتاء طبعا. ليه بقى؟ عشان انسان طبيعي. اي حد طبيعي بيحب الصيف مش طبيعي. لا يعني الموضوع صعب، في الشتاء كل حاجه سهله وسلسه كده. ايه اكتر حاجه بتحبها في الشتاء وبتفتقدها في الصيف؟ في الشتاء بنفتقد المصيف. جو الصيف ده فرهده كده والواحد ما يعرفش يقعد في اي حته، ولازم بقى تكييف، والمكان اللي ما فيهوش تكييف عرق بقى على طول كده. ايه الحاجه اللي بتحبها في الشتاء وبتفتقدها في الصيف؟ طبعا الجو في الشوارع في يعني عامه احسن حاجه بصراحه الشتاء ده في كل حاجه كويس. لا الشتاء طبعا. ليه بقى؟ علشان الجو بيبقى احسن والجو ما بيبقاش حر وبس حر تلزيق. ايه اكتر حاجه بتحبيها في الشتاء ولما بتيجي الصيف بتبقي مفتقداها وعايزه الشتاء تيجي؟ طبعا الجو الحلو والخروجات اللي بتبقى في الشتاء بتبقى احلى يعني. الشتاء. ليه بقى؟ كده الصيف كله حر وتلزيق. اكتر حاجه بتحبها في الشتاء؟ الجو بالليل بس. نار الصيف ولا جنه الشتاء؟ جنه الشتاء. ليه بقى؟ لا يعني نار ليه حر ليه. اكتر حاجه بتحبيها في الشتاء؟ المطره. جنه الشتاء. ليه بقى؟ عشان بحبش الصيف تبقى حر قوي لكن الشتاء بتبقى عادي، بحب الجو وكده. خروجات الصيف ولا خروجات الشتاء؟ خروجات الشتاء، الهدوم تبقى احلى وكده. جنه الشتاء طبعا. ليه بقى؟ الشتاء والمطر، الجو بيبقى لطيف،
اما الصيف بيبقى حر وتلزيق والواحد بيبقى مخنوق ومش طايق نفسه. الناس اللي بتحب بقى تمشي في المطر اكيد هي الشتاء احلى من الصيف طبعا. حقيقة طبعا بشكر زميلنا العزيز محمود جميل، لكن انا مش عارفه هل محمود كان قاصد ان هو يسال الناس اللي بتحب الشتاء ولا ده بجد اجماع، يعني هل ده اجماع على فصل الشتاء؟ بس احنا الشتاء برضو يعني جو الشتاء عندنا في مصر حلوه قوي الحقيقه، بس عايزين برضو نطمن من دكتور علي الاجواء هتبقى عامله ازاي. يعني دكتور حضرتك قبل ما نطلع ونشوف التقرير ونسال الناس في الشارع، حضرتك طمنتنا ان اجواء الشتاء طبيعيه مفيش الرعب اللي موجود انه شتاء هو على فكره التقرير استاذ جمانه برضو منطقي جدا وكلام الناس منطقي جدا. ليه؟ هو الشتاء عندنا درجه الحراره فيه بتنخفض لكام؟ ما هو دي برضو مقياس. بالبحث وجد ان احلى جو ينتعش فيه الانسان عندما تكون درجه الحراره 27 درجه مئويه ورطوبه نسبيه، ما هو مرتبطه برطوبه نسبيه اهو، ورطوبه نسبيه 30%. طب هل احنا عندنا الصيف كده؟ ده 98% رطوبه، الرطوبه 90% ودرجه الحراره بتوصل 40 درجه مئويه، يبقى مين هيحب الصيف؟ هي يا دكتور بس ده لكن لما نيجي نقول مخاوفنا برضو، لانه الصيف احنا بالنسبه لنا حتى درجات الحراره دي مش معتاده، يعني درجات الحراره اللي كانت موجوده عندنا دي مش درجات هي زادت شويه، لكن احنا ما هو في الجو متاثر بعده عوامل من ضمنها تضاريس المنطقه، من ضمنها الموقع الجغرافي. انا موقعي الجغرافي فين؟ ده انا في اعلى درجه حراره على مستوى الكره الارضيه، عز درجه البروده اللي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه في فلوريدا في الصيف درجه الحراره بتوصل 40 درجه مئويه. شوف عكس بعض تماما. التضاريس بتختلف. احنا موقعنا الجغرافي موقع متميز، احنا ما بين مناطق ساحليه بتتبع جنوب اوروبا، اسكندريه والمناطق دي جو جميل جدا في الصيف، يعني بتبقى افضل بكتير جدا، وفي الشتاء جو جميل درجه حراره ما بتنخفضش مثلا عن 20 درجه مئويه. اما لو جينا مثلا للقاهره والصعيد لا درجه حراره مرتفعه، ما احنا كل ما نتجه للجنوب درجه حراره بترتفع. كمان المسطح المائي بيفرق، يعني انا في منطقه مسطح مائي كبير غير منطقه كلها صحراء، صحيح، وبالتالي هنا درجه الحراره بتختلف. لما نيجي مثلا البحر الاحمر جو جميل جدا في الصيف، في الشتاء عفوا، في الصيف درجه الحراره مرتفعه، وبالتالي التنوع ده نعمه من ربنا للزراعه للانسان، عشان حضرتك تسافري تصيفي في اسكندريه والشتاء تروحي في اسوان، وهكذا التنوع ده بيخلي فيه تكامل ما بين المواقع. شوف الدكتور بيقول لك الانسان بيقدر يبدع في الشتاء ويقدر، استنوا مني ابداعات كتيره بقى الفتره الجايه. طبعا الشتاء الشتاء جميل، الشتاء جدا، اصل الشتاء مصر على كمان ان مواليد الشتاء بيحبوا الشتاء طبعا. وبعدين الاجواء اللي موجوده ما هو بيتدخل عوامل كتيره جدا. هل المنطقه الجغرافيه اللي احنا فيها مزدحمه؟ يعني لما اجي للقاهره مثلا من 10 سنين تعداد سكان القاهره 20 مليون في ميدان رمسيس صعب جدا، لكن تعالى النهارده في الصيف لما تروح العاصمه الاداريه، لما تروح التجمع، مناطق متسعه، فبرضه الكثافه السكانيه بتكون وده الاتجاهات المناخ العالمي اللي هو تفريغ المدن الرئيسيه من تعداد السكان المتزايد. يبقى النهارده مسطحات خضراء جميله، نسبه مسطحات خضراء بتوصل 50% و40%، ومباني سكنيه 60%، متسع، مباني مش مرتفعه، في قنوات وزراعات، كل دي عوامل بتساعد على الاستمتاع بالجو. استمتاع بالجو مش حرارة ورطوبة فقط، لا لا لا، حاجات تانية كتيرة جدا جدا، بالإضافة لحال المزاجية اللي أشرنا إليها. لا تدل يعني زي ما حضرتك قلت. طب بالنسبة للأمطار السنة دي توقعاتها إيه؟ بص حضرتك إحنا في خريف، الخريف مدته 3 شهور. النص الأولاني من الخريف اللي بدأ يوم 23 سبتمبر ده عبارة عن سمات صيف. يعني إيه سمات صيف؟ يعني إحنا قاعدين في أجواء خريفية، لو مشينا في الشارع الساعة 1 الظهر 2 الظهر 3 هنلاقي أجواء حارة لسه، لأن درجة الحرارة 32 مع رطوبة نسبية ممكن تبقى 40%. هيجي أيام تبقى درجة حرارة مثلا بعد 3 أيام هتبقى درجة حرارة ممكن 29-30، جو جميل، لكن ما أقدرش أقول جو معتدل لأن الرطوبة النسبية برضو عالية، سرعة الرياح بتختلف. الشتاء هيأتي في النصف الثاني من فصل الخريف، ده إيه؟ مناخيا مش جغرافيا. جغرافيا بيبدا الشتاء في 22 ديسمبر، لكن مناخيا بيبدا امتى؟ بيبدا من نص الثاني من شهر نوفمبر، فتلاقي الاجواء فيها سمات سحب كتيره جدا، فيها بروده شويه، نبدا نقول لاولادنا البسوا ملابس ثقيله شويه خلال فترات الليل او اثناء ساعات النهار، نقدر نقول الجاكيت ده يبقى اساسي بالليل، الاطفال ياخدوا بالهم عشان نزلت. واخطر فتره بتمر
هي الفترة الانتقالية اللي هي النص الثاني من فصل الخريف. الشتاء كلنا بنلبس تقيل وجو جميل وبنخرج وتبقى الفترات النوم بتاعتنا مستمتعة لأن كمية التلوث فيها بتكون أقل نتيجة لأن القطر لما بينزل بينزل معاه الملوثات الموجودة في الجو. طيب دكتور حضرتك قلت لنا دلوقتي أنه الصيف 2024 كان صعب جدا هل كان الأصعب على مدى 40-50 سنة فاتوا؟ عاوز أقول هو بالنسبة لمصر ليه؟ مع أن في سنوات في عام 1998 و2003 درجات حرارة كانت عالية جدا ولكن المشكلة في صيف هذا العام الفترة الزمنية الطويلة. يعني إيه يا أستاذ محمد؟ لما نيجي نقول أن صيف 2003 كان درجة الحرارة وصلت ل 45 درجة مئوية بس كم يوم، تعداد الأيام كم يوم وفي اليوم وصلت كم ساعة. لكن النهاردة لما نيجي نتكلم عن صيف 24 في متواصل بدأ من شهر 5 لغاية نص 6 وده 5 ده يعني ربيع و6 ده بداية صيف وصلت درجة الحرارة 40 درجة مئوية يعني قعدت شهر عز الصيف ده صيف مفروض. يعني جو درجة حرارة كل يوم 38-39-40-42 طب في اليوم نفسه تعالي بص درجة الحرارة مثلا تبقى ايه من الساعة 11 38 للساعة 6 المغرب 38 يعني فترة زمنية طويلة غير اما تيجي لو احنا في الشتاء مثلا او في اجواء زي دلوقتي جو جميل جدا وجت درجة الحرارة جت في ساعة واحدة وصلت 45 مش هنحسها قوي صحيح. لكن الفترة الزمنية عامل مؤثر، التعداد وتكرار الموجات عامل مؤثر، الرطوبة النسبية عامل مؤثر، كل دي عوامل مساعدة وأساسية في زيادة إحساسنا بالموجات الحارة. وضحت الفكرة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، بشكرك يا فندم على كل هذه المعلومات. شكرا لحضراتكم ويعني أنا سعدت بوجودي في هذا المكان على مدار يمكن 25 سنة كنت بقدم النشرة الجوية في هذا. شرفتنا يا فندم، ربنا يديك صحة طول العمر. شكرا جزيلا ليك. دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لأهم الأخبار مع منى. شكرا ليك شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للبنان ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، وأيضا رفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، منوها إلى أن عدم اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين الدوليين على المحك. ووجه الرئيس السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري تضامنا مع شعبه الشقيق، مؤكدا استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي رفض مصر التام والإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الراهن على لبنان الشقيق، والذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وسلامته ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي. كما أدان وزير الخارجية التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي لا يعرف حدودا ويجر المنطقة إلى حافة الهاوية، مضيفا إلى أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي وقف حمام الدم بشكل فوري دائم غير مشروط والوقوف بمنتهى الحسم أمام أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو سياسات الإحلال السكاني، فضلا عن الأهمية البالغة للنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع المدنيين العزل. أكد الجيش الأردني أن صاروخاً من طراز جراد أطلق من جنوب لبنان سقط في منطقة صحراوية خالية من السكان. وأضاف الجيش الأردني في بيان أن الصاروخ لم يتسبب في خسائر بشرية أو مادية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافلوف أن روسيا قلقة من الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت والتي أدت إلى مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله،
وهاجم لافروف الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل مع تصاعد الصراع مع حزب الله واستمرار الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة. أكدت وزارة الخارجية الكندية أن كندا تشعر بقلق عميق إزاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مضيفة أنها ستقدم 10 ملايين دولار كندي مساعدات إنسانية للمدنيين في لبنان. وفي بيان جددت فيه الدعوة إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، وأضافت فيه الوزارة أن كندا تحث الجميع على جميع الأطراف المشاركة في الصراع على حماية المدنيين بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن طواقم الإسعاف والإنقاذ تعمل على انتشال جثامين الشهداء ونقل المصابين إلى المستشفى. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.